هتكلم دلوقتي على الناقص عندي في الكراكويتس. كنا اتكلمنا في الاول على الكاميرات، لو انا عندي كاميرا بالمنظر ده، وعندي هنا في هنا التسليح. كنت اول حاجة خالص بحسب عندها اللي هو الدي كانت المسافة من اول السي جي بتاعت الحديد لحد فوق خالص، ده مكان الكمبريشن بتاعي، فده اللي هو اسمه الدي. الدي كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن الدبس ماينس اللي هو الكونكريت كفر، كنا بنجيبها من الكود صفحة 100، صفحة 256 في الكود. بطرح ده منه الكونكريت كفر، واطرح كمان الفايل اللي هي بتاعت السيربس بتاعت الكنات اللي هي بتكون 8 او 0.8 لو شغال بالسنتي، ماينس كمان نص القطر ده اللي هو نص الفاي ار اف تي بقى، سواء كان 18 22 زي ما يكون. فانا من هنا جبت الدي. في حاجة تانية بحسب منها الدي ده اللي هو هيكون ايه لو كان عندي بلاطة، الكلام ده في الكود برضو، وعندي هنا الحديد اهو التسليح، ودوت اللي هو تي افكت، ده كله كده على بعض. الكلام ده في الكود برضو نفس الرسمة بالظبط، صفحة 255. قال لك ان هنا في التي كونكريت افكتيف ليها قيمة من 2، يا اما هتكون تي ماينس سي كلها على 3، يا اما 2.5 فاي على 2 زائد كونكريت كفر. يعني في القانون بتاع السلابة ما عنديش فيه اللي هو الدي ده، فانا هعوض تعويض مباشر عادي، تي ماينس سي على 3، وقلنا ان السي دي بنفرضها نيوترال اكسس، سواء كان فوق مثلا لو انا عندي حرف تي سيكشن من المنظر ده، بفرض ان مرة السي بتكون فوق وهي بنسبة 99% هتكون تحت. بس هو الاول نبدأ بانها تكون فوق وبعدين اكمل تحت واشوف السي عند مسافة كام بالظبط، واحسب السي بعوض فيها بالقانون ده، وبعدين احسب الاريا كونكريت افكتيف. وكده انا جبت الايه، البي اللي هي بي في التي، يعني البي اللي هي عرض الكاميرا لو في الحالة دي، لو في الحالة دي هتكون بمية سنتي، 100 سنتي، والتي اللي هو تي افكتيف اللي انا جبته دلوقتي باخد الاقل من الاتنين دول، وكده انا جبت التي افكتيف اللي عندي. طب لو كان حيطة نفس الكلام بالظبط، وكل الكلام ده في الكود بنفس الرسمه ده نفس كل حاجه. ناخد بقى الجديد دلوقتي، افكار امتحانات السنين اللي فاتت كلها اللي مش موجوده في الملزمه. اول فكره عندي، لو كان مديلي مثلا حاجه بالمنظر ده وقال لي ان دوت عباره عن باي، وبعدين بيقول ان هو مديلي في الطاي ده 8 فاي 18، وراح مديلي ان التي بتساوي 30 طن، وقال لي ان ابعاده 30 في 30. طيب انا بشتغل في الحاله دي ازاي؟ انا عايز اعمل عادي كالكوليت تراك ويتس عادي خالص. الفرق بين ده وبين كل اللي فات ان هو مديلي هنا قطاع اللي هو الطاي ده، فانت متعرفش بقى هو شغال بيمس ولا شغال سلاب. فتلاقي في الكود صفحة 255 هو الطاي عامة شغال كممبر تنشن. فانا لو جيت بصيت على الكود هلاقي ان هو في المنظر ده بيقول لي ايه element intention. في element intention هلاقي ان هو فيه التي افكتيف الليست اوف فاي على 2 زي كونكريت كفر في 2.5، فانا هستعمل القوانين دي. فهقول ان انا عندي التي افكتيف عبارة عن المينيموم من حاجتين، يا اما تي على الاتنين، يا اما فاي على الاتنين زائد كونكريت كفر في 2.5. كده انا جبت التي افكتيف ومعايا البي اللي هو بـ30. هضرب التي افكتيف في الـ30 اللي هي البي، كده انا جبت الاريا الافكتيف. ده بالنسبة للاريا. كنت اول خطوه خالص بعملها ايه هي في قوانين الحاله زي دي، كنت بقول اول حاجه خالص بشوف هو اصلا هستعمل قوانين الكراك ويتس ولا لا، بقارن الام التيميت بالام كراك. طيب ده اول حاجه. لو كنت هكمل خطوات الحل كنت بعمل ايه؟ بشوف تاني حاجه بحسب الام كراك نفسها اللي هي كانت عباره عن ايه، كانت عباره عن ام كراك تساوي اف سي تي ار في
ال i على ال y. ماشي، ال i دي كانت ايه؟ لو عندي مثلا كاميرا كده، ال i دي عبارة عن ال i بتاعت الكاميرا كلها، اللي هي i جروس ال b في ال t تكعيب على ال 12، ده اللي هو ال i. طب وال y دي؟ ال y تنشن دي هسميها y بتساوي t على ال 2. كده انا جبت كل الكلام ده، جبت الميكانيك كلها. طيب الخطوة اللي بعديها رقم 3، بحسب حاجة اسمها ال SRM. طب ال SRM ده كان ليه قانون، ايه القانون بتاعه؟ 50 زائد ربع ال K1 في ال K2 في ال فاي على ال رو ار. الفاي هنا معايا كانت بكام؟ فاي هنا ب 16 ب 18، فهستعمل الفاي عادي. الرو ار قلنا الرو ار دي كانت عبارة عن قانون، اللي هو كان اريا ستيل على الاريا كونكريت افكتيف اللي انا جبتها. اريا ستيل باي دي سكوير على الاربعة، اللي هو باي في 18 او 1.8 سكوير على الاربعة. اريا كونكريت افكتيف انا جبتها دلوقتي. كده انا جبت خلاص الاس ار ام، وده يعتبر الفرق الوحيد اللي موجود. زائد كمان ده يعتبر عندي تنشن، يعني ده يعتبر تنشن ممبر، فانا مش هستعمل بقى قوانين اللي هي ام في واي على اي زي ما قلنا في الاف اس والاف اس ار. يعني بعد ما جبت اس ار ام خلاص، خش الخطوه الرابعه اللي هي كانت ايه اللي انا بحسب فيها الاي اس ام. الخطوه الرابعه بحسب فيها الاي اس ام. ايه القانون بتاع الاي اس ام؟ كان في مجهولين، مجهول اسمه الاف اس ومجهول تاني اسمه اف اس ار. الاف اس كنا قلنا قبل كده ان هو عباره عن ام في واي على اي في ان، وكنا قلنا ان ان دايما ب 15، وقلنا ان اف اس ار برضو ام في واي على اي في ان، والان دايما ب 15. الفرق ان ده ام وركينج وده الام كراك، وده اي كراك وده اي كراك، وده الواي تي والواي تي. والواي هنا كنا بنعوض عنها بكام؟ بتي ماينس دي، وهنا تي ماينس دي، مفيش فرق. الفرق عندي في المومنت، يا اما وركينج يا اما مومنت كراك. طب في الحاله دي مش هستعمل بقى قوانين مومنت خالص، هستعمل قوانين التنشن، ام اف اس ام اف اس ار. طيب ايه هي بقى قوانين التنشن دي؟ هقول ان اف اس بتساوي التي وركينج على الاريا ستيل، او اف اس ار بتساوي تي كراك التي كراك على الاريا ستيل. اريا ستيل معايا واريا ستيل معايا، عايز احسب ده وعايز احسب ده، الفرق في التي وركينج بس. فانا عايز احسب التي وركينج، التي وركينج انا جبته قبل كده او هو مديها لي في المساله. طب والتي كراك؟ التي كراك اللي هو القانون بتاعه، التي كراك على الاريا بتساوي الاف سي تي ار. فانا الاف سي تي ار دوت انا هعرف اجيب اللي هو كام، 1.9 جذر الاف سي يو. طيب والتي كراك انا عايز اعرفها، والاريا كونكريت معايا، اريا كونكريت ده اللي هو هيكون البي في التي بتاع القطاع كله من غير ما يكون عندي اي حاجه. انا عندي مثلا قطاع اهو، اخد البي في التي جبت منه اريا كراك الاريا كونكريت، هضرب الاريا كونكريت في الاف سي تي ار اللي انا جبتها، جبت التي كراك ده، اروح اقعد بان كده انا جبت الاف اس وجبت الاف اس ار. طيب ده اول فكره في امتحانات قبل كده. فكره تانية، كان جايب لي قطاع كده، وهنا فيه تسليح وهنا فيه تسليح، وقال لي هنا دوت ال AS، وقال لي ان ده AS داش. ده المسألة يعني، ده السؤال بالظبط زي ما هو كده، ده كان ب40 وده كان ب15. ماشي، هو مش مديلي أي حاجة تانية في المسألة، هو عايز يعرف ال crack width برضه بكام، crack width تساوي كام. انا اول خطوه بعملها بشوف الام التيمت بكام او الام وركينج. فالام وركينج هنا بكام؟ انا ما اعرفش لسه، مش مديلي اي حاجه اعرف منها ام وركينج بكام. فانا هعمل ايه بقى؟ لازم الاول اقارن الاريا ستيل دي باريا ستيل الماكسيمم، ومنها هعرف احسب الام التيمت بكام، ومن الام التيمت احسب الام وركينج. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هقول الاول ان اريا ستيل الماكسيمم هو عباره عن ايه؟ عباره عن 5 × 10 أس سالب 5 في اف سي يو في الدي في الدي.
جبت من هنا الاريا ستيل الماكسيموم. طيب الخطوة اللي بعديها اقول بقى اشوف الاريا ستيل الماكسيموم دي هتكون برقم، هقارن الرقم ده بالاريا ستيل بتاعتي. فانا عندي حاجة من اتنين، يا اما هيكون الاريا ستيل اصغر من الاريا ستيل الماكسيموم، يا اما هيكون الاريا ستيل اكبر من الاريا ستيل الماكسيموم. لو كان اصغر فهقول ان الام التيمت هتساوي دي قوانين كلها في الكود، اي اس في الاف واي على الجاما اس في الدي ماينس الاي على الاتنين. طيب الاي اس ايه معايا؟ الاف واي هيديها لي جاما اس 1.15، الدي هعرف احسبها اللي هو هيكون بقى، شوف هو فين بالظبط المسافة دي اللي هو من اول هنا لحد هنا، ده اللي هو الدي. مش هقول بقى تي ماينس 5 سنتي، لا هستعمل قوانين اللي هي الجديدة. ده بالنسبة للدي. طب الاي بقى، الاي عبارة عن قانون مستنتج 1.93 اف واي في الاي اس على الاف سي يو في البي. كل الكلام ده معايا اقدر احسب منه الايه. كده انا جبت المومنت الالتيميت، ده لو كان اريا ستيل اصغر من الاريا ستيل الماكسيمم. طب لو كان الاريا ستيل اكبر بقى من الاريا ستيل الماكسيمم، نستعمل قوانين تانية، ام التيميت بتساوي ار ماكسيمم في الاف سي يو في الجاما سي في البي في الدي سكوير زائد اريا ستيل داش في الاف واي على الجاما اس في الدي ماينس الدي داش. طيب الاريا ستيل داش دي اللي هي ايه؟ اللي هو مديها لي فوق اهي، والاف واي معايا والجاما ستيل معايا، كل الكلام ده معايا، والار ماكسيمم عبارة عن 0.194، والدي ماينس دي داش الدي معايا والدي داش برضو معايا. طيب انا جبت كل الكلام ده كده، اعرف احسب الام التيمت برضو بكام واقسمها على 1.4، وهنا نفس الكلام اقسم على 1.4 عشان اجيب الام الوركينج، ومن هنا بقى ابدا الحل بتاعي احسب بقى الاس ار ام وكل الكلام الجميل ده. طيب ده بالنسبه للفكره التانيه. الفكره التالته معانا بقى، كان مديلي حيطة بالمنظر ده، وبعدين بيقول لي ايه في السؤال؟ مديلي ان دوت اللي هو النقط دي 6 في 10، ومديلي الكيانة نفسها ب6 في 12، وعايز يحسب برضو الكراك ويتس بكام. هعمل ايه في الحالة دي؟ أول حاجة هستعمل القانون بتاع الـ SRM مثلا على طول، وقال لي إن المسافة دي كلها ب4 متر. الـ SRM بقى في سبيشال كيس موجود عندنا في المنهج، إن الـ SRM في حالة الكاميرات أو في حالة الحوائط. حالة الكاميرات الـ SRM بتساوي لو كان عندي فيها شرينكج هتساوي الإسبان. طب في حالة الحوائط هتساوي ارتفاع الحيطة، يعني هنا مثلا ارتفاع الحيطة كان ب4 أهو، ارتفاع الحيطة ب4، فاعتبر إن الـ SRM ب4 متر. في الكاميرات نفس الكلام، لو مديلي كاميرا ومديلي فيها الاسبان بتاعها هياخد الاسبان بتاعها هو ده الاس ار ام على طول من غير اي حسابات تانية. طيب لو قال لي بقى ان هو مش شرينكج، يعني هعمل له حسابات معينة بتاعتها اللي هي 50 معرفش زائد كام، هنعمل ايه بقى؟ 50 زائد ربع في الكي واحد في الكي اتنين في الفاي على الرو ار. الفاي هنا بكام؟ انا عايز اعرف بقى هستعمل فاي دي ولا فاي دي. اولا المومنت عندي بيكون عامل ازاي؟ مش ده التريننج هول، يعني انا هقدر احسب منه المومنت ازاي في الاول اصلا؟ لان المومنت عندي هيبقى عامل دي حاجه زي كده. الاول اعمل ايرث بريشر، فلازم اعمل ايرث بريشر ازاي بقى؟ هيبقى عندي الشكل كده، خط كده اهو، وهنزل منه اللي هو جاما اوف اتش، وهضربها في الكي اكتف، يبقى جاما اوف اتش في الكي اكتف، وركز الحمل ده هنا كده. كده انا جبت الايه المومنت بتاعي. طيب الفاي بقى هنا هتمثل ايه؟
هتمثل اللي هو الخط ده، هتمثل الخط في حالة ان هو لو ما كانش شرينكج بار، لكن لو قال لي ان هو شرينكج ساعتها همثل الفاي دي كأنها النقط اللي هي هتكون فاي النقط نفسها، لكن لو مش شرينكج فهستعمل الخط نفسه سواء كان 10 بقى او 12 مش تفرق. فالفكرة الفكرة نفسها اللي هو لو كان شرينكج هستعمل النقط دي، لو كان مش شرينكج هستعمل الخط. طيب انا كده جبت الكي اكتف ده اللي هو عبارة عن 1 ماينس ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، جبت منها كي اكتف والجامعة هيديها لي. مش هيدق قوي في حوار اللي هو بلك ولا سبمرجد، لكن هيكون جامعة عادي في الاتش اللي هو الارتفاع عادي، جبت منها القيمة دي. طيب الرو ار، الرو ار بتساوي ايه؟ الاريا ستيل نفسها اللي هي باي دي سكوير على الاربعة على اريا كونكريت افكتيف. طيب اريا كونكريت افكتيف ده مش ده عبارة عن ريتيننج وول؟ هخش يعني على الكود هلاقي ان الاريا كونكريت افكتيف حاجة بالمنظر ده، كده كده كده، وهنا في خط قطع وهنا في الحديد، فهلاقي ان انا عندي البي ده هيكون عبارة عن البي في التي افكتيف، والبي هنا هتكون بواحد متر، وهستعمل بقى التي افكتيف عادي لو كان حيطة نفس قوانين الكود يعني مفيش أي فرق. هو الفرق كله في حوار الفاي ده، هستعمل انهو فاي في الاتنين دول، دي كلها فكرة المسألة. وهعمل بقى اي اس ام عادي خالص احسبها، نفس الكلام مع الاف اس والاف اس ار مفهومش اي فرق. دي كده فكرة تانية. لو كان في شرينكج برضه في السؤال، يعني لو كان نفس السؤال بالظبط وفي شرينكج، احنا قلنا خلاص ان انا هستعمل اس ار ام بارتفاع حيطة. الفرق التاني ان انا لما احسب الاف اس والاف اس ار ده هيكون قوانين التنشن، فاقول اف اس بيكون تي وركينج على اريا ستيل والتي كراك على اريا ستيل، وجبناهم قبل كده. وهلاقي برضو ان الفرق معايا في الثوابت اللي عندي اللي هو البيتا او البيتا واحد او البيتا اتنين، ده هيكون فرق في القيم بتاعتهم برضو في الكود زي ما هي. فانا هستعمل قوانين التنشن بدل ما هستعمل قوانين المومنت. ده كده يعتبر افكار ميد ترم مش موجودة في المدرسة.